شفت يا عمي ابو جنيد، لحقت بعاصم بيك بده يسرق خطيبتي مني. طول بالك يا بني، طول بالك. كيف بدك يعني اطول بالي وكل هذا بصير؟ احمد الله يا بني انه خطيبتك هسه صارت عندك، وما دام مكتوب كتابك عليها فكر في امرها وامرك، وبعدين الله بفرجها عليكم. وامي يا امينه شو الاخبار؟ شو اللي صار معها؟ الله عوضها بالسجن. امك؟ امك بعدها بالسجن. مش هيك يا امينه؟ ما حدا زارها بالسجن؟ ما حدا شافها؟ ما هم مش مخلين حدا يزورها، لكن العلوم انها بخير والحمد لله. ايش اساوي يا ناس؟ ايش اساوي يا عمي ابو جنيد؟ كيف اعيش وامي بالسجن؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هدي نفسك يا بني، هدي نفسك. امك لها الله فرجه. المهم هسه خذ خطيبتك وتمم زواجكم، واللي كاتبه الله بصير عليكم.